أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. قبل نودعكم بأخبار الشوط باخذ توقعاتكم مباراة بكرة. أعطني توقعكم عبد العزيز سريع، لا تفكر كثير وخلص علينا. 2-1 سعودية. أبو فيصل، فرق هدف السعودية. كابتن مجدي، 1-0 السعودية. 1-0 السعودية. وليد علي يا شباب، ولا راح وليد؟ هرب من التوقع. موجود. خاف هربت من التوقع. 2-0 بإذن الله السعودية. 2-0 الأخضر. أنا طول عمري متفائل إن الأخضر يفوز. طيب عطنا واحدة. هذا توقع يعني. كيف؟ إحساس. لا ما عندي حاسس دائما صادم. إن شاء الله يفوز الأخضر بكرة ونحتفل سويا. وعدنا غدر 11:30 في أمان.